سيد بن عمر، يعني هل هناك خطوات أخرى ستتبع قرار تصنيف حزب الله منظمة إرهابية؟ هل لك أن تحدثنا بتفصيل عن الخيارات التي أو عن الأوراق التي ما زالت بيد مجلس التعاون الخليجي والسعودية تحديدا في مواجهة الحزب والضغط عليه؟ نعم، لا شك الأوراق كثيرة، والمملكة كان بإمكانها أن تتبنى هذا القرار من فترة طويلة، ولكنها لسعة بالها ولمعالجة الأمور بالروية، وتعرف أن هذه القرارات قد تؤذي بعض الأخوة اللبنانيين، لذلك لما زالت الأوراق كثيرة جدا جدا، لا أستطيع أن أقولها الآن لك أو أنا أتنبأ بها، ولكن نحن لا نعيش في كوكب آخر، نحن وحزب الله. طيب، حزب الله في الأخير لبنانيين وأخوة لنا في لبنان. يعني طيب، لكن هذا واضح أستاذ بن عمر، هناك حديث عن أو مخاوف في أوساط الجالية اللبنانية التي تعمل في دول الخليج، هل تتوقع أن يتم الضغط على حزب الله من خلال يعني ترحيل اللبنانيين وأعدادهم بعشرات الآلاف الذين يعملون في دول الخليج المحسوبين على الطائفة الشيعية؟ لا، المحسوبين على طائفة حسن نصر الله هم المستهدفين بهذا القرار، سواء شركاته أو أفراده، ولكن أنا المرجح الآن أن تستخدم دول مجلس التعاون الضغوط الأخرى ضد مناصري أو تكتل 8 آذار المناصرين للمشروع حزب الله، مثل التيار الوطني الحر، لمحاولة فصل التيار عن التحالف مع حزب الله، وهو الحقيقة تحالف مضر بالمملكة كما شهدنا وكما رأينا. لذلك الخطوات القادمة التي ستكون أكثر إيلاما هي المفترض تكون على الحلفاء الذين ما زالت أيديهم بأيدي حزب الله. هنا عندما تنفصل هذه الأيدي وتتفكك، يكون الحزب وحيدا يتولى العقاب أو يتلقى الضربات وحيدا، ولكن الآن كثير من التيار الوطني الحر وتيار المردة هم يعني أحلاف. يعني القرار اللي اتخذ في مجلس في مؤتمر القمة العربي، مؤتمر وزراء الخارجية العرب ضد المملكة والمؤتمر الإسلامي، طيب، هو من قبل جبران باسيل وزير خارجية لبنان الممثل للتيار الوطني الحر. في